دايما بان شعارنا هو الحب، من كل ما بدا وجودنا بالحب فنفخر بروح الله انتهى بهذا الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. هسالكوا سؤال اكثر من فعالات اللي احنا بنعيشها في حياتنا هي الغضب. هل الغضب ده شيء محبب؟ وهل تأثيراته دايما سلبية ولا له تأثيرات إيجابية؟ وإزاي نعالج الغضب؟ وإزاي نقدر نتسامح؟ هو الموضوع بتاعنا النهاردة. فانفعالاتنا الأساسية قبول. يعني ايه قبول؟ يعني نرتاح لحد او نرتاح لحاجه، زي اللي شقتها كانت مخنوقه منها لانها ضيقها، فمفيش قبول. غضب، وهنقول ايه هو الغضب؟ فضول، والفضول ده موجود عند كل الناس، ويبتدي عند الطفل من سن سنتين، من السنه الثانيه يبتدي يزحف ويدخل تحت السرير يطلع كل اللي تحت السرير، ويروح يزحف لغاية الترابيزة فيلاقي المفرش متدلدل، فيروح ايه؟ شدد المفرش عشان يشوف اللي ايه؟ فيروح موقع كل اللي على اللي ايه؟ على الترابيزة. فده الفضول، وإذا قتلنا الفضول في الطفل فهنقتل فيه غريزة البحث والتقصي، وعمره ما هيبادر بانه يكتشف حاجه، ويبقى خايف دايما من انه يكتشف اي حاجه. العرف، الله، وفي حاجه تقرف ولا في حاجات كتير بتقرف؟ للاسف في حاجات كتير بتقرف. الخرف، طبعا مفيش حد ما بيخافش، ها؟ والمثل البلدي يقول لك اللي له قلب يخاف، طالما ايه؟ له قلب. السرور كتير بنعيشه ولا قليل؟ لما بنشوف السرور وبيجينا المكتئب يقول مفيش حاجه تبسطني خالص في الدنيا، مفيش نفس اي حاجه. الحزن ده طبعا في الاكتئاب بيبقى واضح قوي يعني، وده شفناه في الحالات اللي احنا كنا بنتكلم عنها. الاندهاش، الاندهاش حاجه جميله قوي، وطول ما الواحد مندهش وبيندهش للجديد طول ما هو شباب وروح الشباب وروح الطفوله مسيطره عليه. اول ما يبقى يبطل الاندهاش ويبقى مفيش احساس وفي تبلد، خلاص دخل كده في الياس وبقى يعني انتهى. ايه هي مستويات المخ البشري؟ تستغربوا لما تلاقوا للاسف المؤشر مش بيشتغل الا تحت. شايفين هنا شغال ازاي؟ وشغال على الحيطه ازاي؟ لكن على الشاشه كاني بيني وبينها عداء، ما بيشتغلش عليه. مش عارف ليه؟ حاجه غريبه قوي. ها؟ اضاءتها عاليه، الشاشه اضاءتها عاليه. والمره اللي فاتت كنا مضللين الدنيا وكان برضه مش شغال. فهو بيشتغل في اي حته ثانيه، فانا هعمل عليكم انتم مش عارف. فهنا عندنا تحت خالص الريبتايل. الريبتايل ده اللي هو المخ الزواحفي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون كان لازم يخلي الكون جاهز للبني ادم قبل ما يخلق البني ادم. فكانت الزواحف هي اول الكائنات اللي اتوجدت على الايه؟ على الارض، وكان منها طبعا الديناصور من الزواحف. زواحف ضخمه. فده المخ الادنى او اقل درجات المخ في الكائنات اللي هو مخ الزواحف. اعلى منه شويه مخ الثدييات اللي هي الماملز. الثدييات اللي هي بتبتدي من الارنب
والفار فصاعدا اللي هم بيولدوا بيولدوا دول هم ايه؟ الثدييات. عشان كده كلمة الثدييات جاية من ثدي. الثدي اللي هو ايه؟ بيرضع. الأعلى من كده هو المخ البشري. دول ثلاث مستويات بتوع المخ. وهنشوف دلوقتي ان هنا تحت الرطانية اللي ايه؟ اللي هو مخ الزواحف بقاله 250 مليون سنة موجود على الأرض. وده اساسا عشان الغرائز البدائيه اللي تخلي الكائن يعيش اللي هو يتنفس وينظم درجه حرارته حسب ما هو ربنا هيئهاله هو ده بس اللي بيعمله هذا المخ. المخ الاعلى منه اللي هو الليمبيك وكلمه الليمبيك جايه من الليمبيك سيستم اللي هو الجهاز الانفعالي او الجهاز الطرفي. وده بقى له 150 مليون سنه، يعني فرق 100 مليون سنه. وده بيعمل الفايت فلايت ريسبونس اللي هو غريزه القتال والايه؟ والحرب. يعني معنى كده ان في السمباسيتك والبابا ايه؟ سمباسيتك، لان هما السمباسيتك بتاع الفايت فلايت والبارس الباسيفيك بتاع الاسترخاء اكشن. النيو كورتكس دي اللي هي قشره المخ اللي شايفينها اللي باللون الازرق دي، وطبعا اللون الازرق الجميل ده بقى له كتير من 2 ل 3 مليون سنه بس. الله، يعني ده الدنيا خلصت 250 مليون سنه الزواحف موجود وعاشت الديناصورات وعاشت الحشرات 250 مليون سنة، هم أقدم مننا في الأرض. أيوة تعبان أقدم منك وأحق بالأرض منك، لأنه أقدم منك. إحنا جايين عليه إيه؟ إحنا جايين عليه أرضنا عليه. إحنا كده. المفروض أرضنا إيه؟ عليه. وهكذا. ها؟ قضينا على كتير من الزواحف عشان ناخد مكاننا على الأرض. لكن إحنا قضينا عليهم بإيه؟ بالمخ ده، الأزرق ده. المخ الازرق بتاعنا بقاله من 2 ل 3 بس مليون سنه، وطبعا ده بتاع المنطق والتفكير العالي. بس ده التفكير العالي اللي هو الناتشرال او الهيومن انتليجنس، مش الارتفيشال انتليجنس اللي احنا داخلينها. احنا دلوقتي عندنا الارتفيشال انتليجنس بقى هو اللي بقى هيلعب على يعني شوفوا البني ادم اخترع كمبيوتر يطور فيه، وكان بيبقى في مباريات في الكمبيوتر بين بطل روسيا في الكمبيوتر وبطل امريكا في الشطرنج. الشطرنج كانوا بيعملوا مباريات بينهم، وكانت مباراه الشطرنج بتقعد اسابيع شغاله وساعات تمتد لشهور. ينقلوا الالات ويسيبوا الشطرنج زي ما هو، يروحوا يستريحوا وبعدين يرجعوا تاني يوم ايه؟ يكملوا. وكان دايما بطل روسيا متميز، وكانوا ابطال روسيا مشهورين قوي ببطوله الشطرنج دي. وكان دايما يشير الى انه ما زال الانسان محافظ على ذكائه فوق الكمبيوتر. لغايه ما من كام سنه بس اخترع الكمبيوتر ابن لزينة معقرب غلب بطل روسيا في الشطرنج. ودي كانت نهاية إن الإنسان يخش في المسابقات قصاد الكمبيوتر لما اتهزم الكمبيوتر. الخيبة بقى دلوقتي إنه مش بس غلبة الشطرنج، ده هيستغنى عن البني آدم خالص والروبوت هيعمل كل حاجة. كاسر. اللي أهو آدي التلات أمحاخ. شايفين الواحد من هو إيه أو هو إيفل. وكل الحاجات بتاعته حاجات بدائيه، الجوع، العطش، الغرائز الاساسيه ورد الفعل والدفاع عن نفسه. بس زيه زي التعبان او زي اي حشره. والاعلى منه اللي هو نمره 2 اللي هو فيه الخوف والهجوم والحب الهجومي بتاع الام والقلق والخوف والغيره، كل ده ايه؟ موجود في
في الممس هتقول له يعني في غيره عند الحيوانات اكتر. ولسه حد كان بيحكي لي عن الغراب، ان الغراب بيبقى له رفيقه ما يبصش لواحده غيرها، ولو حد بص لها يغير ويشتكي لبقيه الغربان وييجوا ينصبوها محكمه وينتفوا ريشه ويبهدلوها عشان عمل ايه؟ خيانه وتعدى على حنينه رفيقه او اخوه. ده في الغربان لهذا الحد. فعشان كده بيبقى في غيره، في غيره في المدرس. وطبعا هو البني ادم ما هوش محروم من المخ الانفعالي، لان المخ الانفعالي بتاع الثدييات ما هو الانسان من الثدييات، وبالتالي موجود في ده. الله، طب مش موجود في المخ الزواحفي؟ موجود، لانه ده الريفلكسز اللي هي الانعكاسات العصبيه. اللي لما تروح لدكتور مخ الاعصاب وتبقى بتشتكي من حالتك النفسيه، يقوم نايمك على السرير ويضرب بالايه؟ بالشاكوش على رجلك عشان تتنطر كده. وبعدين بعد ما يعمل كده يقول لك اعصابك متوتره ومحتاج ايه؟ علاج للاعصاب. وانت طبعا لا عندك مشكله اعصاب ولا عندك اي حاجه من الحاجات دي، لكن اهم ما انت رحت له غلط، لانه انت المفروض تروح لبتاع الطب النفسي مش بتاع الاعصاب. لكن احنا كشعب بنستسهل وبنتكسف ان احنا نقول تعبانين نفسيا. لان لو قلت تعبان نفسيا هيقول لك يا اخي قوي ايمانك، قل ايمانك بالله، يا اخي هذا ذكر الله تطمئن القلوب، يا اخي مش عارف. يا اخوانا انا عندي وسواس وتعبان ومش عارف انام، ومفيش ما بيعترفوش بالكلام ده، ويدخلك في دوامه ويقول لك لا انت ايمانك ضعيف. لو ايمانك قوي كده بتاعت النقاط، لو ايمانك قوي مش هتلاقي نفسيه. طبعا الكلام ده كلام فارغ، وللاسف الشديد بيردده واحد من اساتذه الطب الباطني بنجاحه على احدى قنوات التلفزيون، ويقول لك اللي عنده ايمان ما يقعدش نفسيه. طب الفصام ده ما هو جينات، والباي بولر ده ما هو جينات، واللي بيساعد تربيته حتى لو تدين هتفضل عنده العقد وهتفضل عنده المشاكل وهيمرض نفسيا، انما دماغه هي كده. وما انساش ام جابت لي بنتها وكان عندها فصام، اديت البنت علاج بقى زي الفل، راحت جابت شهور ما جاتش. وعرفت جيت للام جايباها وبتقول البنت اتدهورت. قلت لها اتدهورت ليه؟ قالت منه لله فلان الفلاني كنت عنده بكشف على نفسي، وبعدين شاف بنتي عيني بنتك حلوه ما شاء الله اتجوزت ولا لسه، قلت له دي بتتعالج نفسيا عند الدكتور حموده، فقال لها العلاج النفسي ايه؟ وكان فارق ايه؟ مش هي مؤمنه ومصلي؟ ما فيهاش علاج. وقفت العلاج، البنت رجعت فصام تاني واتدهورت تاني، وبعدين هرجع العلاج من البدايه وكانه ما حطهاش اللي فات كله. وده ليه؟ عشان مرضى النبي انه شايف انه مفيش مرض نفسي. يعني غباء ما بعده غباء. فالبني ادم فيه الجزء بتاع الريفلكسز اللي بتاع الاعصاب بيضرب كده، اتنطرت الاعصاب ليك انت كده اعصابك متوتره. اذا اتنطرت زياده، اذا ما اتنطرتش لا انت اعصابك ايه؟ فيها تلف. ها؟ المهم ايه؟ لازم يلاقي حل عشان يديك علاج وتمشي عليه، لانه مش عايز يبعتك بتاع النفسيه، لانه بتاع النفسيه احسن مني فين؟ وبتاع البطن نفس الحكايه، يقول ما تروحش لبتوع النفسيه احسن هيجننوك. للاسف الشديد هذا غباء وعدم احترام للتخصص. وبعدين لما ابنه بقى يتعب ويجي له بقى فصام ولا باي بولر بيجي له ليك، مع انه هو عمال يقعد مع الناس، انما يجيبوا دي زي بالظبط زي الدجال. الدجالين كده كذا حد منهم بنته دي لها فصام او باي بولر يجيبها لي تتعالج، وفي نفس الوقت هو عمال ايه؟ ينصب على الناس ويعلمهم على انهم ايه؟ عفريت لابسهم سحر جاي لهم، عمل معمول لهم محسودين ولازم يعمل لهم الرقيه الشرعيه،
لكل ده هو عارف انه نصاب ودجال، لكن لما بنته تتعب بقى ما بيضيعش وقت يروح جايبها على طول. ليه؟ لانه عارف ان هو بينصب على الناس فمش هينصب على نفسه يعني. على اي الاحوال ده اللي وريني ليه انه الجزء الاخير الاولاني ده البدائي ده موجود في البني ادم في الريفلكسز المنعكسات العصبيه، لان دي مالهاش منطق. نطلع فوق شويه نلاقي الانفعالات دي موجوده في البني ادم، نطلع فوق شويه نلاقي الهيومن بي الهيومن برين، نلاقي الهيومن برين. والهيومن برين ده بقى هو اعلى حاجه زي ما احنا شايفين كده، وهو اللي خلانا بقينا اشياء الكون. تلاقي فيه حجمه قد الحيطه دي كده، وتلاقي عيل سنه 7 سنين راكب الفيل ده ويمشيه ويمشيه الناحيه دي ويمشيه الناحيه دي ويحمله حاجات، والفيل مطيع له تماما. وهذا تكافؤ في القوه ولا بالعقل اللي ربنا اداهولنا اللي هو الهاير سيريبرال كورتكس اللي اداهالنا ربنا. طيب السؤال بقى، هل الغضب رد فعل ولا استجابه؟ استجابه. طيب هنشوف الغضب رد فعل انفعالي، يعني ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش منطق. طب ايه الفرق بين اهو شايفين؟ شايفين العقل فين؟ ده الهايبر ايه؟ كورتكس فوق خالص، لكن تحتيها الممبرنز او المخ الايه؟ الثدي اللي هو الانفعالات. طبعا في الاخر في السلوك، لو العقل سيطر على الانفعالات السلوك هيطلع ايه؟ مظبوط. طب لو الانفعالات لغت العقل السلوك هيطلع ايه؟ ملاحظ. وهو ده للاسف الشديد اللي بيحصل في كتير من المواقف وخاصه في وقت الغضب. فهنشوف بقى ايه الفرق بين الاستجابه ورد الفعل. الاستجابه متزنه وفيها سيطره من الايه؟ من المخ، وفيها اهتداء، يعني الشخص بيبقى واعي هو بيعمل ايه. اهتداء يعني وعي بالزمان والمكان والاشخاص، فعارف روح ربنا حاطه فين. وبيبقى الاستجابه بيبقى فيها احساس بالمسؤوليه، ما بيبقاش الشخص فقد الايه؟ المسؤوليه. طب نشوف رد الفعل بقى. رد الفعل بيبقى غير متزن، مش احنا قلنا الله رد فعل ورد فعل انفعالي. طب اهو بيبقى رد الفعل غير متزن وبدون سيطره منين؟ من المخ، من الانفعالات، وفي نفس الوقت ايه؟ متجنب الاهتداء، ما فيهوش اهتداء خالص، وغير ايه؟ مسؤول. شايفين الراجل ده؟ الراجل ده في حاله ايه؟ هل ده استجابه ولا ده رد فعل؟ رد فعل انفعالي لدرجه انه ده شكله مرعب من كتر ما هو ايه؟ منفعل، يعني معناها ان مخه ايه؟ ملغي. هل هنشوفوا اليومين دول في حدائق في اوروبا وخاصة في اليونان حاجة تخض وهنا. شايفين الحرايق قد ايه حجمها في اليونان؟ شايفين قد ايه الحرايق في اليونان مرعبة؟ جزر بحالها في اليونان الناس خرجتها من كتر الحرايق اللي شغالة فيها، وأماكن كتير تم هجرها. شايفين النار شكلها ايه؟ وعندنا فعلا ها؟ هذا غضب من الطبيعه؟ يعني الطبيعه غضبت على البني ادمين فارتفعت درجه الحراره، ولما ارتفعت درجه الحراره ولعت لهم فيما يحميهم ويزيد من الاكسجين عشان يعيشوا اللي هو النبات والخضر، يحرقها لهم. كان الطبيعه تتحدى البني ادمين نتيجه ظلم البني ادمين للطبيعه وتشويههم ليها. وعشان كده كان في مؤتمر المناخ في مصر في شرم الشيخ من شهور، وكان الهدف منه انه يتم وقف النساء الى الطبيعه، لان الطبيعه بدات تتلخبط وبدات
درجات الحرارة ترتفع.